السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ جايلكم في فيديو جديد. هنعمل معاكم النهاردة حواوشي، بس هنعمله بالعجينة. هنعمل بقى معاكم الأول العجينة كده. معانا كيلو دقيق منخول، معانا معلقة ونص خميرة عشان احنا الجو برد يعني، ومعانا معلقة لبن بودر، معلقة سكر، معلقة صغيرة ملح، ماشي. معانا هنا مج سمنة، ومعانا علبتين زبادي، بس العلبتين كبار يعني، هاخد حوالي عن علبة ونص، ماشي. يلا بقى نحط المقادير بتاعتنا كده مع بعض. هنحط الخميرة، وادي اللبن البودر. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تبقى العجينة بتاعتنا طرية ما تبقاش ناشفة. نحط لها معلقة السكر واللبن البودر برضو، بخليها طرية وحلو، ماشي. هنقلب ده كله مع بعض كده الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل ايه بقى؟ هنحط السمنة بتاعتنا. السمنة بقى بتخليها طرية، بتخلي العجينة طرية. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنعجن بمية. بسم الله، فياريت اللي ما اشتركش في اشترك في القناة فعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد معايا، ومنيات ام اسلام العراق. ندعك الدقيق قوي في السمنة عشان ما تخرص مننا، عشان الدقيق ما يخرصش. هنحط بقى معانا، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي علبة زبادي. وهنحط نص ده، نص التاني اهو. نخلص بقى معانا العجين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم بقى يا حبايبي عشان نعمل العجينه اللحمه بتاعت الحواوش. معايا دلوقتي نص كيلو لحمه مفرومه، ماشي. معايا بهارات، توم باودر، ملح، بابريكي، شطة، فلفل أسمر، كمون، بهارات لحمة، دي بهارات مشكلة، ماشي. يلا بقى نحط البهارات بتاعتنا دي ونشوف هنعمل ايه. معانا هنا بصلتين مفرومين او مخرطاهم يعني بمعنى صح. معانا هنا حبيتين فلفل حر على حيل، ومعانا هنا حباية طماطم كبيرة او حبيتين متوسطين، ضربهم نص خلطة في الخلاط، ماشي. وهنعمل بقى العجينة بتاعتنا دي مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا سلام بقى لو في كبة وتقوم حطنها في الكبة، بس انا للأسف ما عنديش، كانت تبقى جميلة. هنزود حبة ملح عشان حاسة ان هي ايه، حاجة بسيطة كده. هنحط
لازم نعجن اللحمة مع البصل والبهارات والفلفل عشان ايه تبقى كويس. معانا هنا بقى معانا العجينة بتاعتنا هي بعد ما خمرت وقرصناها، هنجرب بقى معاكم نعملها ازاي. ادي عجينة هي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنفردها حاجة بسيطة كده. هنحط دي بقى على جنب ونعمل كمان ايه الغطا بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كده بقى حشوة كده حلوة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الغطا بتاعها اللي احنا عاملينه اهو، حطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نشتري من بره الحواوشي اللي الناشف دي ولا اي حاجه، ونجيب الطرف ده على الطرف ده ونلم كده. ماشي يا حبايبي. الطرف ده على الطرف التحتاني للطرف الفوقاني، ونلم زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم هتاكلوا احلى حواوشي، ولا تشتروا من بره ولا اي حاجه لانكم مش ضامنينه. اهي ماشي. معايا هنا بقى صينية مدهونة بتاع زيت. ماشي. هنقوم جايين كده اهي. ماشي يا حبايبي. وهنرصها كده وبشوكة ونعمل كده اهي. ماشي اهي. نعمل كمان معاك واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يعني العجينة مش مستاهلة يعني والله العظيم فرادة ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله عليه. ناخد كمان واحدة بقى التلبسة بتاعتها. بسم الله. ماشي. هناخد العجينة بتاعتها، نحط الحشوة بتاعتها. معلش وفاء بنتي بتبص بتشوف ان انا بعمل ايه. ها نجيب الرقبة بتاعتها التانية اهي. نجيب بقى الطرف التحتاني على الفوقان اهو. ونسوي كده. ماشي يا حبايبي اهو. وبالشوكه زي ما عملنا في الاولان نعمل في التاني. ندي لها غزتين كده اهي، بحيث ان هي ما تقبش وتقوم ايه الفكه اللي في قلبها اهي.
ماشي. هنخلص بقى الكمية معاكم حبايبي ونرجع لكم تاني. كده بقى يا حبايب قلبي يكون خلصنا الحواوشي. نص كيلو لحمة مفرومة عمل لي 12 رغيف حواوشي. ماشي، عمل لنا 12 رغيف حواوشي، يعني ما فيش بعد كده حلاوة. وهفتح برضك معاكم واحد اهو، يعني شوفوا، شفت الجمال ده؟ والله حلاوة وريحة بقى ما فيش بعد كده. شفت رغيف الحواوشي قد ايه؟ يعني ما فيش حلاوة بعد كده بقى. 12 رغيف حواوشي بنص كيلو لحم. وكده يا حبايبي يكون خلصنا الفيديو معاكم. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.